حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن تراجع وصفه بالكارثية، وتدنن بإشغال فنادق الخمس نجوم في بغداد خلال العام الماضي. وقال المركز إن الوضع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي على وجه الخصوص يشكل نسبة إشغال متدنية بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة للقطاع السياحي وغياب الخطط الفعلية لزيادة نسبة السياح في العراق وفرض شروط شبه تعجيزية تمنع رعايا الكثير من الدول من الحصول على تأشيرة الدخول. قال مختصون إن التأمين الاجتماعي في العراق يواجه معوقات كثيرة، ما جعله قطاعا هشا وغير مهيئ للعمل. وبحسب المختصين فإن قطاع التأمين في العراق ضعيف وشكلي بعكس دول العالم التي يصل فيها التأمين إلى نسبة 100% من حجم الأضرار، فضلا عن عدم وجود بيئة قانونية ساندة له في العراق. ويرجع المختصون سبب الأزمة أو يرجع المختصون سبب الأزمة إلى أن شركات التأمين أغلبها حكومي، حيث تفرض الاشتراك وتستقطع مبالغ التأمين من المواطنين دون أن يحصلوا على أي تعويض منها إذا ما تعرضوا لأي ضرر. أعلنت اللجنة المالية النيابية أن حصة كردستان العراق من قانون الموازنة العامة لعام 2023 بلغت 14%. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، قال إن موازنة عام 2021 احتوت على إحصائيات وزارة التخطيط للبطاقة التموينية واحتسبت لكردستان العراق 14% من الموازنة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الإحصائيات مسجلة ومثبتة لدى القانون وأنه لا يسمح للإقليم المطالبة بأكثر من نسبة 14%. كوجر أضاف أن كردستان العراق سترسل وفدا في قادم الأيام، وسيطلب هذا الوفد من الحكومة في بغداد نسبة 17%، مبينا أن بغداد لن تقبل بذلك، وسيتم تبني الإحصائيات السابقة لموازنة 2021 على حد قوله. استحوذت الهند والصين وكوريا الجنوبية على أكثر من 54% من صادرات نفط العراق في شهر كانون الثاني الماضي، فيما استوردت فرنسا أقل كمية من الخام بحسب بيانات نفطية. وبلغ مجموع صادرات النفط الخام العراقي إلى دول العالم أكثر من 87 مليون برميل بمتوسط تصدير يومي بلغ نحو 3 ملايين برميل في الشهر الماضي بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالنيا جورجيفا إن عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسة للنمو العالمي من ضعف نشاطها الاقتصادي. وأضافت جورجيفا أن العام الجديد سيكون أصعب من العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصادات الرئيسة الثلاثة، وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين في وقت واحد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.